الحوار الوطني البعض يقول لك هو أنتج العفو اللي شمل يعني مختلف أطياف الشعب الكويتي، لكن بعدها خرجت أصوات تنتقد عملية الحوار الوطني، أنت مع أي وجهة نظر؟ شوف، الحوار الوطني مكرمة أميرية، واسمح لي أقول لك أن هذه المكرمة تم تشويهها من خلال يعني استخدامها في غير محلها. فبعد ما فوض سمو الأمير الله يحفظه اللجنة، كان يفترض أنها تنجز الملفات المناطة فيها. قضية أنك أنت اليوم تنجز وتساوم، هذا تشويه، هي مكرمة. لذلك تجد للأسف، يعني ليش أقول لك هنا أنا تشويه، لما يطلع أحد أعضاء اللجنة ويقول حق اللي صدر في حقهم عفو، أنا متفضل عليك ومتفضل على أهلك ومرزوق الغانم متفضل عليك ومتفضل على أهلك وصباح الخير، هو كان هذا كان يقصد أن يعني إذا الدكتور عبيد يعني كان يقصد أن إحنا كان لنا دور في عملية العفو، لا يمكن نكرانا يعني. لصاحب الرأي في مثل هذا الأمر هو سمو الأمير منفردا، العفو الخاص هو اللي يسموه الأمير، ليس لأحد أي صلاحية، ولا يجوز أصلا هو عد أحد ينسب هذا الأمر نفسه. هو ساهم في إعداده، يعني ما من ساهم في إعداده، يعني أنت يعني من ساهم في إعداده أيضا حسن جوهر وأمهلها المضاف كانوا شريكين في هالأمر، ليش ما طلعوا قالوا إحنا لنا فضل وما لنا فضل؟ هذا الأمر شوه، أنا أقول لك اليوم فضلا عنه لم يكمل، يعني اليوم في ناس إلى اليوم مهجرين برا. نعم. هذا مو ملف مفروض يصير. إيه؟ لما تطلع أنت في أحد الاستجوابات وتقول يا جماعة ترى عندنا يوم الخميس جلسة للعفو، أنت تحاول تضفي على الاستجواب، تبي تمرر الاستجواب علشان تحاول تغازل بعض النواب الموجودين، هذه مساومات ما تجوز. لا بس أبو عبد الله، البعض يقول لك اليوم، خلنا نتكلم بواقعية، الاستجوابات التي أتت ما بعد الحوار الوطني كان الهدف من هذه الاستجوابات هو التخريب على الحوار نفسه، يعني بعض النواب يقول لك كانوا يستجوبون لأجل إيقاف الحوار وعدم استكماله، هذا صحيح ولا لا؟ مو صحيح ولا هو منطقي أصلا. ليش؟ يعني أنت الحين هل في واحد في الكويت يتمنى عدم عودة المهجرين من برا؟ أنا ما أعتقد أن في واحد في الكويت يعني يعارض على هالأمر، إلا أن تكون لها مصالح، يبي يمرر مصالح. وعقب ما عادت المجموعة اللي برا، يعني أنت اليوم لما تشوف بعض الاستجوابات فيها يعني متعددة، فيها شباب جدد ما هم طرف أصلا في الصراع السياسي. أوكي. وتجد رئيس الوزراء السابق يساوم. أنت لما تجيني تقول لي مزمع وتقول لي والله ناس جاي تخرب، أنت اللي جاي تخرب أصلا مواد الدستور في مثل الممارسات هذه، سوابق ما حصلت حتى يعني في دول يعني الدول اللي أصلا ما تعرف في الديمقراطية شيء. أي استجواب يمكن يقدم فإحنا بنأجله مسبقا. هذا التشويه أبو حسين، مو انك تقول والله يعني هؤلاء الناس هم اللي سعوا في تخريب الحوار الوطني. لا، الحوار الوطني مكرمة أميرية لها طريقها، وايضا العمل الثاني النيابي. يا اخي انت اقنع الناس، احنا مو بنخرب كنواب، انت اقنع الناس وخل وعطني كريدت قدام الرأي العام ان هذولا فيهم ما فيهم. ليش تخاف من مواجهة المنصة؟ منو خاف؟ رئيس الوزراء السابق اصعد على المنصه، مو انت صاحب اللاءات الاربع، صعد المنصه، ما صعد المنصه. اذا تبي تقدم مزمع، نعم، اذا انت تصوت عند الباب حتى جلسه ما تدش داخل عشان لا، بس هو يقول لك بعد من نتائج الحوار الوطني ان نهى سالفه المزمع تقديمه. شلون نهى؟ ان بعد الحوار الوطني صعد رئيس الوزراء منصه، لا هو بعدها تمحى مجلس الامه، تمحى عفوا مجلس الوزراء، وقالوا ان بالتبعات سقط الاستجواب، مع العلم أنه هو موجود في اللائحة، وهذا خطورة أيضا وكأنها سابقة كانت. نعم. المفروض أنه يتراجع عن مثل تقديم هالطلب هذا الغير دستوري أصلا. أوكي، فأنت أنت أنت تشوف أن الحوار جيد لكنه حرف يعني. نعم، أخذ يعني الحوار كانت فكرة بالأصل، كانت فكرة لو صدقت النوايا في حينها من الأطراف اللي كانت تحاول تروج لهذا الأمر لكانت الأمور في غير هالمحل. أوكي. لكنك كنت تستخدم يعني ظروف الناس والأسر، يعني في انهم تبي يعني عيالهم يرجعون للكويت، في قضيه ابتزازهم لتمرير بعض الامور. يعني انت شنو علاقه تحط بعض القوانين في جلسه المزمع، تبي تمرر هذا القانون وتحط مثلا مثل قانون مثلا سالفه ال 3000 من المتقاعدين. نعم. يعني فكره جميله شوهت، حتى المتقاعدين زاعوا هال 3000 هذه من الآلية اللي كانت يعني يبتزون فيها.